مرحبا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة الواحد سعيد جدا جدا بيشرفنا في الاستوديو النهاردة أحد علمائنا اللي بيرفعوا اسم مصر في الخارج، اللي شرفنا وقدر إن هو يحصد الجائزة الصينية العالمية تشين شاو، ودي جائزة لأفضل عالم رياضات، وده حصل عليها كنا لسه في 24 يوليو الجاري، وده علشان توصل لنظرية، نظرية اسمها يانج عبد العاطي كارلو. هنتعرف بقى على كل هذه التفاصيل وهنرحب بيه ونقول له ألف ألف مبروك وشكرا إن أنت بالتأكيد رفعت راس مصر في العالم، ونتمنى له كل التوفيق فيما هو جاي. الدكتور محمود عبد العاطي أستاذ الرياضات بجامعة سوهاج، أهلا بيك وألف أهلا. ألف ألف مبروك وشكرا لكل علمائنا اللي بيرفعوا اسم مصر في كل مكان. شكرا جزيلا وألف شكر على الاستضافة الكريمة. ده شرف لينا. أهلا شرف. بيك يا دكتور وألف مبروك على الجائزة. طبعا النظرية بتاعت حضرتك اللي علشانها خدت هذه الجائزة وترشحت ليها طبعا هي نظرية من أهم المؤثرات أو النظريات الرياضية في العالم، ومتوقع إن شاء الله إن هي تغير حتى شكل الحاسبات أو الكمبيوترز، هتبقى سرعته بتفوق السرعة الموجودة حاليا ملايين المرات. اشرح لنا الأول نظرية باختصار يعني بطريقة مبسطة يفهمها عامة الناس. طيب حاضر. أول شكرا على الاستضافة، ثانيا الجائزة جائزة تشين شو شاو دي هي عبارة عن مؤسسة مستقلة في الصين بتمنح الجوائز للناس، لها عدة شروط يعني. أيوة. الشرط الأساسي بتاع الترشيح للجائزة انه لازم يكون حد عنده نظرية باسمه او حد عنده اختراع، والاختراع ده مرتبط بالاسم بتاعه، فعشان كده خدت الأهمية بتاعتها الجائزة. الترشيح بيبقى حضرتك اللي بتقدم ولا بيبقى بيتم ترشيحك من خلال الجامعة، من خلال الجامعة اللي حضرتك بتدرس فيها؟ الترشيح للجائزة بيتم عن طريق بعض العلماء من دول مختلفة، بيشوفوا بعض النماذج اللي موجودة اللي ليهم إنتاج يعني معقول، الإنجاز العلمي اللي حضرتك عملته. إنجاز علمي، وبعدين بيبعتوا الترشيحات لهيئة الجائزة، والهيئة الجائزة بتصفي المرشحين وبعدين بتختار واحد بس كل سنة. إيه مضمون نظرية يانج عبد العاطي كارل؟ المضمون بتاع النظرية فيه عندنا حاجة في الدوائر الكهربية وحاجة في المتابعة بتاعت الأشياء الدقيقة جدا بتعالجها معادلات رياضية. المعادلات الرياضية اللي احنا عارفينها قبل كده، ولكن لما بندخل مع التقدم المذهل اللي حاصل مع دخول الذكاء الاصطناعي، مع دخول كمبيوترات عملاقة وسريعة جدا، محتاجين فيه أشياء ما نقدرش نفسرها بالرياضيات الطبيعية. فالنظرية دي دخلت مفهوم جديد في حاجة اسمها التفاضل الكسري، دخلنا كمان حاجات ادق بكتير جدا. التفاضل الكسري ده احنا مش قادرين على التفاضل لوحده. ايوه بالظبط كده، يعني هو ده التفاضل الكسري بدل ما التفاضل العادي اللي احنا عارفينه، بناخد كمان تفاضل في كسور كمان. فالنظريه دي قدمت بس معادله جديده عشان تفسر لنا الدوائر الكهربيه والتفاعلات الدقيقه دي، بس هيبقى هي متخصصه قوي يعني، محتاجه انعكاسها ايه هتبقى على التكنولوجيا او على التكنولوجيا في الكمبيوتر في عالم الكمبيوتر؟ ده لما احنا بنعمل تصنيع للدوائر الكهربيه الدقيقه جدا عشان الكمبيوترات السريعه دي، محتاجين انه لازم يبقى عندي الموديل الاول. أيوة. يعني معظم الاشياء ومعظم التطبيقات اللي موجوده في الدنيا لازم يكون لها موديل رياضي الاول. ايوه. فالموديل الرياضي ده لازم يكون فيه الحاجات الكسرية دي عشان نقدر نفسر، ونقدر بتوع المعمل الناس بتوع الانجينير وبتوع الكمبيوتر ساينس يقدروا يطبقوا الكلام ده، فدي بتساعدهم وبتديهم يحولوا الديمو بقى على أرض الواقع. بالظبط كده. طب سؤال بقى عن اسم الجائزة، يعني يانج عبد العاطي كارلو، عبد العاطي مفهوم حضرتك دكتور، بقيت اسم الجائزة برا هي الجائزة باسم تشين شو شاو، ولكن اسم النظرية، احنا نشرنا النظرية دي من 3 سنين. طبعا احنا مش بنسميها، العلماء بيجوا بعد كده لما بيشوفوا النظرية دي بيسموها باسم الناس اللي عملوها. فاحنا كنا 3 اللي عاملين النظرية دي، ليانج ده من الصين، وانا وكارلو ده من ايطاليا.
احنا كنا الثلاثة اللي اشتركنا في عمل النظرية، بس انا خدت الاشتراك كان من خلال ايه؟ يعني كان من خلال دراسة حضرتك في الخارج، كان من خلال ايه؟ يعني ازاي ان انتوا اتجمعتوا وكان في هذه الابحاث؟ مين كان صاحب الطرح للمشكلة ان انتوا اشتغلتوا على حلها او تطويرها؟ يعني اشرح لنا الموضوع بس معلش واحدة واحدة كده يا دكتور معلش. احنا فريق بحثي، يعني احنا فريق بحثي كبير، ودايما وابدا لما نفكر بفكره واحد مننا بيفكر الفكره وبعدين نعملها مع بعض، كل واحد ليه اسهام فيها. بس كان الاسهام الكبير بتاعي، يعني عشان كده انا اللي خدت الجايز. ما شاء الله. طيب حضرتك يعني ما شاء الله نشرت 271 بحث في مجلات علميه دوليه، وده يعني اسهام كبير جدا في مجال البحث العلمي بشكل عام. كانت ايه اهم الابحاث فيهم او الاوراق البحثيه اللي حضرتك اتكرمت عليها او خدت عليها جوائز؟ الشغل بتاعي كله في الحاسبات الكميه، التطبيقات الرياضيات في الحاسبات الكميه. الحاسبات الكميه ده نوع جديد من انواع الحاسبات، نوع دقيق جدا ونوع سريع جدا، اسرع ملايين المرات من الكمبيوترات الحاليه. احنا عملنا مع الفريق يعني ده البحث. مستقبل الكمبيوترز بعد كده، يعني المستقبل الجيل اللي جه هو موجود اوريدي دلوقتي بعض النماذج منه. انا طبعا عندي تيم كبير يعني، وعندي تلامذتي اللي هم طلاب الماجستير والدكتوراه، فالشغل مشترك يعني. 271 بحث ما شاء الله. وسجلنا بعض براءات الاختراع في امريكا على الذاكره الكميه. قدرنا نعمل خوارزميات جديده، الخوارزميات الجديدة دي بتخلي السرعة بتاعت الكمبيوتر تزيد جدا، تزيد بشكل غير عادي عن الكمبيوترات الحالية. فمجموعة البحوث كلها اللي احنا عملناها، ودي اللي خدت الأهمية بتاعتها الكبيرة لأنه لها تطبيقات كتير في العالم. البحوث دي كانت أو تم عملها والشغل عليها في جامعة سوهاج ولا فين؟ أنا خلصت الدكتوراه في ماكس بلانك في ألمانيا. أي بدأت الموضوع من هناك يعني. كانت البداية هناك. وحاليا ورجعت بعد كده على جامعة سوهاج، بعدين رجعت تاني ألمانيا. أيوة. وكملنا في جامعة سوهاج، وبعدين جيت في جامعة زويل. أنا من المؤسسين من سنة 2013 في جامعة زويل. ما شاء الله. يعني حضرتك ما بين هنا وهناك يعني. خليني اسال حضرتك برضو، بما انه عدد الابحاث العلميه اللي حضرتك مقدمها دوليا كمان وفي مجلات دوليه 271 بحث، ايه راي حضرتك وازاي بتشوف وضع البحث العلمي في مصر دلوقتي؟ والله احنا يمكن في مصر من الدول اللي عندنا عدد كبير جدا من الباحثين، وعندنا عدد كبير جدا من الباحثين متميزين جدا كمان. فالبحث العلمي بتاعنا في عدد كبير من التخصصات احنا ماشيين مع العالم، يعني ماشيين بنفس الوتيره الوتيره اللي ماشي بيها العالم في عدد كبير من التخصصات. زي ايه يا دكتور معلش؟ يعني التخصص بتاعنا مثلا الرياضيات التطبيقيه، احنا رياضيات تطبيقيه وعندنا شغل كتير جدا وتطبيقات كتيره جدا، ماشيين بالظبط مع العالم اللي ماشي بيه. وعندنا تيم كبير شغال هنا في مصر، وتيم متميز جدا، ناس كتير في الرياضيات احسن مني بكتير. ده من الحاجات حيك على التواضع طبعا بالتاكيد. لا ده حقيقه والله يعني، لا موجودين يعني، موجود عدد الحمد لله كبير. وبرضه النماذج المصريه بره مصر موجوده في كل مكان يعني، موجودين ونجوم نجوم يعني، بس ما فيش تسليط الضوء عليهم يعني. لا احنا يعني احنا تشرفنا بوجود حضرتك معانا، يعني شرف كبير جدا جدا يا دكتور. ويعني حاجة تدعو للفخر، وهذا النموذج بجد المشرف ان احنا يبقى عندنا علمائنا اللي بيشرفونا في كل مكان. وشرفنا النهاردة الدكتور محمود عبد العاطي استاذ الرياضات بجامعة سوهاج وجامعة زويل بالتأكيد والعديد من الجامعات. شكرا لوجود حضرتك معنا يا دكتور، وان شاء الله بنتمنى دائما كل ما هو جديد وكل تقدم في كل المجالات. شكرا لوجود حضرتك. شكرا.